بسم الله الرحمن الرحيم. ابقوا في منازلكم ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. هذه الدعوة الدائمة لكي نعتصم في ملاذاتنا الآمنة تحسبا من أي إصابة بهذا العدو الخفي الذي تتهاوى أمامه حوائط الصد العالمية، ولا سيما الجيش الأبيض الذي يعاني في دفاعه على جميع الجبهات في أوروبا وفي أمريكا وفي الصين وفي كل دول العالم. نقدم التحية لهذا الجيش الصامد الصابر المناضل في جميع أنحاء العالم وفي فلسطين تحديدا، وهو يصد الهجمات على كافة الجبهات عن أبنائنا لنبقى في منازلنا لكي نخفف عن الكوادر الطبية والتمريضية عناء المواجهة. اسمحوا لي أن أقدم لكم الدكتور كمال الشخرة ليضعكم في آخر تطورات الحالة الوبائية. صباح الخير. كل التحية والاحترام زي ما حكى أخ إبراهيم لصمود طواقمنا الصحية في كافة أنحاء فلسطين وللطواقم الأمنية التي تساندها في كل مكان. أولا، لدينا حالة واحدة اليوم في منطقة الجديرة، هي عبارة عن سيدة عمرها في 60، انعدت من زوجها وأبنائها 2 أصلا لدينا، وهي عليها حجر صحي بالكامل. العدد الإجمالي لحالات اليوم هو 268 حالة. العدد الحالات الفعلي الموجود يحملون الفيروس لغاية اللحظة 220 حالة. عدد حالات الشفاء لغاية البارحة 46 حالة بالمحافظات الجنوبية والمحافظات الشمالية والقدس. عدد حالات الوفاة 2. عدد حالات العمال الذين لدينا أو أصيبوا بهذا الفيروس 90 عامل، بما نسبة 33.6%. عدد حالات المخالطين 107 من العمال، احنا نقصد 107 بنسبة 39.9%. عدد حالات المسافرين الذين لدينا هم 29 حالة مسافرة بنسبة 10.8%. عدد حالات المخالطين للوفود السياحية التي كانت موجودة في منطقة بيت لحم 40 حالة بنسبة 14%. عدد حالات الأسرى لدينا أسير واحد لغاية اللحظة الحمد لله. وعدد حالات الكادر الطبي لدينا كادر واحد. عدد الفحوصات الإجمالية التي أجريت 17250 فحص حتى هذه اللحظة. هذا بس أنا حبيت كمان أوريكم أنه إحنا بالنسبة لنا يعني الحمد لله نوعا ما الكيرف أصبح لا يصعد إلى الأعلى، هذا شيء مطمئن على مستوى فلسطين. لا أدري إذا كانت واضحة الصورة. هذه عدد الحالات الإجمالية، عدد الحالات المعافاة، وعدد الحالات الفعلية، عدد إجمالي الإصابات بفلسطين بالخط الأزرق والأصفر الفعلية وحالات الشفاء بالخط الأخضر. هنا لدينا أيضا خلينا نتحدث عن عدد الحالات حسب الحالة الصحية والوفاة. عندنا الحالات اللي هي الكيسز الموجودة عندنا حسب الوفاة طبعا بالأحمر. عدد الحالات المصابة حسب الجنس بفلسطين كما ترون، للرجال ضعف ويعني الأزرق هو الرجال والأخضر هم السيدات. طبعا هذا كله لدينا كما رأيتم أنه إحنا الحمد لله بالالتزام الذي يصدر عن جميع مواطنين فلسطين سواء عمال وغير عمال، هذا يعني بيؤدي إلى الصمود والشموخ الفلسطيني أمام هذا الفيروس. نتمنى من الجميع الالتزام، نتمنى من الجميع يعني عدم المخالطة فيما إذا كان هناك حالات مصابة وخرجت من العزل الصحي، خرجت أي من مستشفيات العلاج. نتمنى عليهم الالتزام إذا ما غادروا أماكن الحجر الصحي ل14 يوم حتى نتمكن من إعطائهم الشفاء التام إن شاء الله. بعد 14 يوم تجرى الفحوصات كمان مرة لهم حتى يتمكنوا من ممارسة حياتهم الطبيعية. وشكرا لكم.
المعدات التركية مستشفى تركي. احنا بنتحدث عن المستشفى التركي اللي في قطاع غزة واللي تم الاتفاق على تشغيله باتصال هاتفي بين سيادة الرئيس محمود عباس ونظيره التركي رجب طيب أردوغان. تم الاتفاق على البدء بتشغيل هذا المستشفى بطاقة الكاملة. تفضل. بموضوع الحالات التي تراجعت، هي لم تتراجع. احنا الحالات الأكثر إصابة، احنا تحدثنا بذلك سابقا، هي كانت من المصانع التي تشغل هؤلاء العمال، واختلاطهم كان اختلاط مع عائلاتهم سبب الحالات الكبيرة في فلسطين. بالعكس، قلة هذه الحالات، حالات على مستوى فلسطين، هي عبارة عن تنفيذ لتوجيهات سيد البلاد سيد الرئيس بالشيء اللي بيتغنى فيه العالم، وقرارات دولة رئيس الوزراء والإرشادات التي تصدر عن وزارة الصحة، إنه إحنا من الدول التي بدأت الإجراءات قبل أي دولة بالعالم. وهذه يعني هذا السبب، والسبب أيضا إنه التزام المواطنين، التزامهم الكامل سواء بالحجر الصحي أو بعدم المخالطة، والالتزام بالتعليمات والإرشادات التي بتصدر. طبعا إحنا بالعكس، إحنا في الأيام السابقة إحنا قمنا يعني خلال 3-4 أيام سابقة قمنا تقريبا 4000 فحص جديد. يعني بالعكس، إحنا زدنا عدد المسحات بخمسين الضعف. لا شيء من هذا القبيل، والشاهد على هذا أنه لا شيء، لأنه الأحوال الوبائية في كل الدول الثلاث تتباين، بينما يعني الأردن يتعافى ويحاول أن يواجه ويشدد الإجراءات، والدليل على ذلك أنه الجسر مسكر، وإحنا كذلك إجراءاتنا صارمة ومشددة، وكل هناك تدابير احترازية أكثر تشدد للحفاظ على مستوى متدني من تفشي هذا الوباء، تقليص مساحة انتشار الوباء. بينما إسرائيل يعني تعاني وتستلهم التجربة، تشتيا الآن بيحكوا أنه لا ما نفعش عندهم، هذا ما يكتبوه بالصحافة الإسرائيلية إذا تبعتي، أنه الآن بدوا يروحوا لتجربة تشتيا ومش قادرين يعملوها. ليش مش قادرين؟ وما بيقدروا، بس عندهم ضغط من كارتلات الأعمال ورجال الأعمال اللي ما بيسمحوا لتوقف عجلة الإنتاج، تغليب الإنتاج وعجلة الإنتاج على حياة الناس. إحنا بالعكس أخذنا تغليب الصحة وحياة الناس على عجلة الإنتاج، وهذا بقرار سيادي من المستوى العالي، بأنه إحنا دولة فقيرة، همنا مواطننا، يجب الحفاظ على المواطن مهما كانت الأكلاف. صحيح أن دول العالم الآن تتجه في كل العالم بين الخيار بين الفيروس وسيناريوهات الفيروس المخيفة وسيناريوهات تعطل عجلة الإنتاج الأكثر رعبا أيضا، وما يترتب عن تعطل عجلة الإنتاج من فيروسات يكاد يساوي أو يزيد عن توقع عن فيروس كورونا. هذه المواءمة لازالت قيد المناقشة في كافة دول العالم، ولكن نحن هون الحمد لله الأرقام كورونا لدى فلسطين غير مقلقة، ورغم ذلك نشدد في الإجراءات لأنه جيراننا لازالوا يعانوا من هذا الوباء، وبالتالي نخاف ونتحسب من تفشي هذا الوباء عبر تنقل العمال. لذلك لا شيء من هذا القبيل. هذا الموضوع طبعا إسرائيل تستغل الكورونا كفرصة لتصفية الحسابات والبطش بالشعب الفلسطيني، ولذلك كان هناك اتصال هاتفي، مكالمة هاتفية بين دولة رئيس الوزراء ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بالأمس، وتم البحث في هذا الموضوع واحتمال القيام إسرائيل بإجراءات ضم للضفة الغربية على ضوء حالة الوئام بين الحزبين الإسرائيليين، وما سيترتب على ذلك من احتمالية القيام بضم أجزاء من الضفة الغربية. كان هناك دعوة لتدخل روسي لمنع مثل هذا الاحتمال، وكذلك الدعوة لأن يعاد تفعيل مبادرة السلام العربية، مبادرة الأوروبية للسلام، اللجنة الرباعية الدولية، لكي تعيد إحياء تلك المبادرة على أساس قرارات الشرعية الدولية. وبالتالي فإن هذا قلق ينتاب القيادة الفلسطينية من إمكانية قيام إسرائيل بمثل هذا الضم. لذلك كانت محادثة دولة رئيس الوزراء مع وزير الخارجية الروسي في صلب هذا الموضوع، وتحذر من مثل
هذه الإمكانية التي انفتحت شهية إسرائيل عليها أكثر مع انتشار وباء كورونا. بما يخص طبعا الحالة التي كانت في حلحول ونابلس، حلحول هو له أخ مخالط له يعمل أو يعيش داخل الخط الأخضر داخل إسرائيل، طلبنا من الجهات الإسرائيلية عمل الفحوصات ولم يتم ذلك، ونحن عزينا هذا الأمر أنه هو من سبب هذا الفيروس، لأنه لا يوجد أي مخالطين آخرين. نحن أخذنا عينات من الجميع تقريبا ولم تكن هناك أي إصابات إلا العائلة نفسها ومن يعمل في هذا المشغل، ولكن أخوه لديه نفس المحل، يعني يصدر هذه البضاعة إلى داخل إسرائيل ويعمل داخل إسرائيل، المحل موجود في داخل إسرائيل. المسعف الموجود في نابلس هو عمل على نقل العمال أو بعض المصابين الذين كانوا لدينا سابقا، وممكن أن أخذ هذه العدوى من قبل أحد المصابين. لا لا، هو أتى إلينا أصلا. بالنسبة للحالة التي أتت من طول كرم، هي أجت تعبانة بالأصل ولم تكن هناك أي تطورات يعني للشفاء. دخل قسم العناية المكثفة 3 مرات وكان على البنتيليتر لآخر مرة. قمنا بعمل اللازم بالطواقم الطبية وبالإرشادات الطبية والبروتوكول الطبي الذي ساهمنا فيه، ولكن لم يسعفنا الأمر لإنقاذه. طبعا الله يرحمه كان يعاني أيضا من أمراض مزمنة أخرى مما سبب طبعا عدم شفاء والموت. طبعا لدينا حالات أخرى أيضا في منطقة هوغو شوفيز يخضعون للعلاج في العناية المكثفة، ولكن لا يعني غير مدرجين على الفنتيليتر، فلذلك يعني هم تسوء الحالة وتتحسن. نتمنى من الله أيضا الشفاء. وباقي مرضانا على مستوى فلسطين لا يوجد هناك أي حالات تذكر دخلت مناطق ICU. طبعا احنا مناطق الخطورة هي المناطق انتشار المرض الموجود عندنا حاليا، خاصة مناطق ضواحي القدس ومناطق رام الله. التوصيات احنا يعني لدينا لجنة يوميا تجتمع وبرئاسة معالي الوزيرة، ويتم بعث التوصيات كاملة لدولة رئيس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة، واليوم إن شاء الله يعني خلال الساعة القادمة سيتم هذا الاجتماع لعمل التوصيات اللازمة. وإحنا ما بنحكي إنه في خطورة إنه بس في منطقة القدس، طبعا الخطورة في كل فلسطين من أقصاها إلى أقصاها، سواء في المحافظات الجنوبية أو المحافظات الشمالية أو القدس، ولكن بما أنه انتشار العدوى كان في بعض هذه المناطق، إحنا حددنا إنه يكون تسكير أو إغلاق لهذه المناطق. 90% من شعوب الكرة الأرضية في الحجر المنزلي، وبالتأكيد لابد من اجتراح وسائل وأساليب لمواصلة الحياة، إن بوسائل الإنتاج وعجلة الإنتاج عن بعد أو بالتعليم عن بعد، ونحن رواد في التعليم عن بعد، وهناك بدأت الجامعات تحديدا بهذه التقنية الإلكترونية عن بعد، وتحقق يعني نتائج مرضية عن للتواصل مع الطلبة. أيضا المدارس، بالنسبة للمدارس نعم، وزارة التربية والتعليم تفكر بهذا الموضوع وبدأت إجراءات إن بتخصيص التعليم خاصة لطلبة التوجيه عبر التعليم عبر التلفزيون، وهناك دروس تقدم للطلبة، هناك تواصل للمدارس الحكومية والمدارس الخاصة مع طلبتها عبر تقنية التعليم عن بعد. لابد من إجراء يعني اجتراح وسائل وأساليب في زمن الكورونا، لربما تستمر في زمن ما بعد الكورونا لتطور التواصل، طالما أن فيروس كورونا يقطع هذا التواصل، وبالتالي فإن الحياة يجب أن تستمر باجتراح وسائل جديدة. هذه أنفاق الوباء التي يتسرب منها العمال رعاية تحت عين وبصر جنود الاحتلال بشكل مقصود، عمالنا أحبابنا وعلى روسنا، ولكن هم يجهلون خطورة هذا الذي يقومون به بتسريب قوات الاحتلال فتح هذه الأنفاق وهذه البوابات لكي يتسرب منها الوباء. ولكن الكثير من العمال لديهم درجة عالية من المسؤولية، لديهم درجة عالية من الحس الوطني، بدأنا نلمسه، وبعضهم بالفعل أعلن عن نفسه وسلم نفسه للأجهزة الصحية والأمنية حتى يخضع لهذا الفحص. نراهن على وعي العمال ونتابع هذه الثغرات الرخوة التي ينفذ منها الوباء تحت عين وبصر جنود الاحتلال.
Thank you.